أنا بعاني من الضغط والسكر ووزني زيادة جدا ومش عارفة أخس ومش لاقية حل للموضوع ده. كتير مننا يا جماعة بيعانوا من أمراض مزمنة زي الضغط والسكر وأمراض القلب والأوعية وخشونة المفاصل كمان، ومش لاقيين حل مباشر وصريح لأن هم ينزلوا في الوزن. النهاردة أنا جايب لكم حل بسيط وسهل جدا. العالم كله اتجه للألياف الطبيعية، والألياف الطبيعية يا جماعة لازم نفرقها عن الألياف المصنعة أو الألياف الصناعية. إيه الفرق بين الألياف الطبيعية والألياف الصناعية؟ زي ما بنقول الألياف الصناعية بتبقى من مكوناتها مكونات كيميائية ودي ضارة جدا بالجسم، أما الألياف الطبيعية زي ألياف سوتي هي ألياف 100% أورجانيك أو 100% طبيعية. طيب بتشتغل إزاي جوه الجسم الألياف الطبيعية؟ الألياف الطبيعية بتشتغل على المعدة فقط، يعني ملهاش أي أثار ولا على المخ ولا على القلب ولا على الأوعية ولا على أي حاجة، هي بتشتغل بس على المعدة. طيب بتعمل إيه في المعدة؟ ومن هنا يعني مهم جدا أبقى عارف إزاي أستخدمها، لأن دي اللي هتبين لنا هي بتعمل إيه في المعدة. طبعا طريقة استخدامها سهلة وبسيطة جدا، أنا كل اللي ببقى عايزه كوباية مية أو بمعنى أصح نص كوباية مية وباكت الألياف الطبيعية سوتي. طيب هبدأ أفرغ محتويات باكت الألياف زي ما احنا شايفين كده في نص كوباية المية، وببدأ بمعلقة أقلبه جوه المية أو نص كوباية المية. طيب بقلبه لغاية إيه؟ بفضل أقلبه أو بفضل أقلبه لغاية لما يبقى ياخد التكستشر الجيلي أو زي ما بنقول الفيسكس شوية، اللي هو يبقى قوامه لزج شوية، يبقى زي المهلبية شوية. وده اللي نرجع له ونقول ده الفرق بين الألياف الطبيعية وأي ألياف تانية، إنها بتمتص المية، عندها قدرة على امتصاص المية زي ما احنا شايفين كده عمرها ما هتقع من الكوباية، وده أكبر دليل إنها ألياف طبيعية 100%. طيب طريقة استخدامها نرجع ليها، دي مهمة جدا، إن أنا بستخدم باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء. بستخدمه إزاي؟ بستخدمه زي ما شفنا في الكوباية، ومهم جدا إن أنا أشرب بعد النص الكوباية دي اللي أنا باكلها أشرب من كوبايتين لثلاث كوبايات مية، زي ما بنقول ليه؟ لأنها بتنفش في المعدة، بتعمل زي بالون المعدة، فتديني إحساس بالشبع لمدة لا تقل عن 10 ساعات، which is يعني فترة طويلة جدا من غير أكل، هتأدي إن شاء الله لنزول في الوزن بطريقة صحية وآمنة. طيب بالمناسبة للناس اللي بتعاني من أمراض مزمنة بالذات القلب والأوعية يعني أي حاجة ليها علاقة بالدهون زي ما بنقول، تجربة بسيطة جدا عشان أعرف قد إيه الألياف الطبيعية بتفتت وبتقضي تماما على الدهون اللي في الجسم. أنا بجيب كوباية مية عادية خالص وبجيب معايا كوباية زيت اللي هي بتريبريزنت أو بتمثل الدهون اللي في الجسم، وببدأ أفرغها زي ما احنا شايفين كده. حط كمان، انا حطيت الزيت على المية. طيب ببدأ استخدم زي ما احنا عارفين الياف سوتي قبل الغداء باكت وقبل العشاء الباكت التاني، الجرعة الكاملة زي ما بنقول. اول نوع اللي هو قبل الغداء، وده بيفضل في الجسم يا جماعة لا يقل عن 10 ساعات. ابدأ احطه كده وبكمل يومي عادي خالص، وبكمل لغاية العشاء وابدأ استخدم الالياف سوتي قبل العشاء بتلت ساعة برضو. والفرق ما بينهم ان الياف سوتي اللي بستخدمها قبل العشاء بتمتد مفعولها لغاية تاني يوم الصبح، يعني 12 بلس اور او زي ما بنقول اكتر من 12 ساعة من الشبع المستمر. طيب في ناس كتير بتقول لي طب انا اخاف عشان زي ما قلنا هم اصحاب امراض مزمنة، لا احب اطمنك هي طبيعية 100%. تاني حاجة مصرحة من وزارة الصحة، تالت حاجة إنها أخدة شهادة الأيزو 9001 في التصنيع، في جودة التصنيع. والأهم من كل دوت إن الباكت الواحد من سوتي فيه 17 جرام ألياف طبيعية، وده أكبر نسبة للألياف الطبيعية اللي موجودة في أي باكت في مصر كلها. يتبقى حاجة أخيرة إن أنا أشوف قد إيه بيخترق الدهون للناس اللي هي أمراض اللي عندها الدهون بتبقى نسبتها عالية، هلاقي زي ما احنا شايفين كده في التجربة بتخترق الدهون، ومش بس بتخترقها، لا دي بتقدر تفتتها وتتخلص منها إلى ما لا نهاية إن شاء الله.